أهلا بكم. الانقلاب يطل برأسه من جديد في مدينة عدن بعد أن قرر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إنهاء بضعة شهور من التهدئة في المدينة ومنقلبا على الشراكة في السلطة على الجنوب مع الحكومة الشرعية ليعلن بسط نفوذه على المناطق التي يسيطر عليها ويعيد الوضع في الجنوب اليمني للمربع الأول. الحكومة اليمنية صوبت الاتهام مباشرة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتدبير انقلاب على الدولة، ودعت المملكة العربية السعودية لاتخاذ موقف واضح دون أن يصدر عن الأخيرة أي رد حتى الآن. هنا نتساءل عن دلالات قرار المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان تمرده في هذا التوقيت، وما مصير اتفاق الرياض بعد هذه التطورات؟ لم تكد العاصفة تهدأ، ولم تجف السيول الهادرة بعد، ولم ينتهي اليمنيون من لملمة خرابهم حتى نكبت عدن مرة أخرى. وكأن قدر هذه المدينة ألا يجر عليها كل انقلاب إلا انقلابا جديدا. المجلس الانتقالي الجنوبي يستأنف ما عطلته الهدن لشهور قليلة ويستكمل المخطط القديم، فيعلن بسط سيطرته على مناطق الجنوب ويفرض حالة الطوارئ ويملأ شوارع عدن بالعتاد والمقاتلين. من العاصمة الإماراتية أبوظبي خرج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث بلسان من ضاق بقسمة السلطة مع الحكومة الشرعية، وتلك الحكومة المغيبة كرها عن عاصمتها، في ظنه سيئة التدبير ومقترة في دفع الرواتب، وهذه حسب الزبيدي أسباب كافية للانقلاب عليها من جديد. نداء التمرد ذاك تمنعت عن الاستجابة له ست محافظات جنوبية من أصل ثمانية، والرافضون لا يجدون فيما يفعله المجلس الانتقالي إلا صرفا عن المعركة الأهم، قتال الحوثيين في الشمال. تعني هذه التطورات حسب يمنيين أن اتفاق الرياض الذي ساوى بين المنقلبين والمنقلب عليهم قد طوي الآن وانتهى، ليعود السؤال القديم عن النوايا التي لا تصفو. كلما أبرم اتفاق لا يجبر رعاته أحدا على احترامه، وهناك أيضا من يستأنف ما جاء لأجله منذ 5 سنوات وقد صار هو خصما للشرعية وخصيما لها. أما الحكومة اليمنية المتروكة كل مرة لمصيرها معدومة الحيلة، فعادت لتستنجد بالمملكة وتؤاخذها أيضا عن صمتها وتسأل إن كان السكوت عجزا أم تواطؤا. لا تكتم أصوات في الشرعية خوفها من أن التحالف الباحث عن خلاص من حرب لا يكسبها في اليمن قرر إطعامها منذ أمد بعيد لحطب المعارك ولخطط الانفصال. ما جرى في عدن وما يجري الآن؟ يقول اليمنيون إنه يسائل التحالف من جديد الذي وطئ أرض اليمن لتخليصها من انقلاب، ثم صار الانقلاب هو الرابح في حرب اليمن. أما في عيون هؤلاء فما زالت عدن تخوض للأسف المعركة الخطأ. وينضم إلينا عبر سكايب من مسقط مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني، وعبر سكايب من أوتريخت في هولندا جوناثان هارفي الصحفي المتخصص في الشأن اليمني، ومن مدينة عدن نزار هيثم الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك نزار هيثم. في عدن وهذا انقلاب ثالث ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي ويتنصل فيه من اتفاق الرياض بحسب ما تقول الحكومة اليمنية الشرعية، لماذا وما المبررات إن وجدت؟ طبعا لا يوجد حكومة شرعية أساسا بعد اتفاق الرياض، من المفترض أن ينفذ الشق السياسي فيها ويتم تشكيل حكومة مناصفة فيما بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما تسمى الشرعية. هذا لم يحدث، الآن هناك حكومة شرعية وهناك مجلس انتقالي. لا توجد حكومة شرعية، يوجد مجلس انتقالي فقط على الأرض. هذه حكومة في المنفى، للأسف لا تقوم بواجباتها تجاه المواطنين.
ما حدث في الأعوام الماضية منذ ما بعد حرب 2015 يدل على أن تلك الحكومة للأسف لا تهتم للمواطن بقدر اهتمام الشخصي بمصالحها الذاتية. إيرادات المحافظات وبالأخص المحافظات الجنوبية تذهب إلى حسابات بنكية يستثمرها فقط الوزراء والحكومة، بينما المواطن في عدن أو في المحافظات الجنوبية يظل يعاني من انعدام الخدمات الرئيسية كالكهرباء والمياه، وأيضا انهيار العملة الذي تسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية. يعني بناء على ما تقول، كيف كان يمكن لحكومة هذه القيام بكل ذلك وأنت تقول المجلس الانتقالي يسيطر على عدن ويمنعها أيضا من العودة؟ المجلس الانتقالي الجنوبي هو كيان سياسي جامع لديه هدف سياسي واضح ومعلن، دورنا في الأرض حماية المواطن، وبالتالي أي محاولة لتلك الحكومة المرتهنة للأسف لحزب الإصلاح لمحاولة خلق الفتنة أو الشغب أو الفوضى في المحافظة الجنوبية بكل تأكيد مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي الوقوف إلى جانب شعبه وحمايته من هذا التهديد. ما حصل مؤخرا، الحكومة تعمدت أن تتعمد أن لا تدفع إيجارات للمحطات الكهربائية، وبالتالي انقطعت الكهرباء بشكل كامل على محافظة أو العاصمة عدن، وبعد أحداث السيول الكارثية التي حدثت في العاصمة عدن تخلت عن واجباتها في حماية المواطنين. ما حصل من مسيرات غاضبة في الآونة الأخيرة أجبر المجلس الانتقالي الجنوبي على اتخاذ القرار الصائب وهو إعلان حالة الطوارئ أولا لحماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة أيضا، وإعلان الإدارة الذاتية التي تخول لنا كجنوبيين إدارة مواردنا فيما يخدم المواطن فقط، وهذا أمر غير ما يسمى فيه الحكومة الانقلابية أو انقلاب على الحكومة الشرعية. هذه الحكومة سيد نزار تحتضنها السعودية، مثلا تحتضنها السعودية قيادة التحالف، ليس كذلك؟ لديها هدف واضح، دعم التحالف العربي للحكومة ما تسمى الحكومة الشرعية، هدفها الوحيد هو تحرير المحافظات الشمالية من العدو الرئيسي لنا جميعا وهو الحوثي، ولكن للأسف الحكومة المرتهنة لحزب الإصلاح تجنبت خوض المعارك مع الحوثي بل تواطأت معه وسلمته كافة أراضي الشمال ووجهت سلاحها باتجاه الجنوبيين. ما يحصل حاليا هو مجرد محاولة للاستيلاء على محافظات الجنوب، ونحن نعتبره غزو جديد من قبل نظام لا زال متواجدا في ما يسمى الحكومة الشرعية. ولهذا تنقلبون الآن، ما معنى الإدارة الذاتية؟ ماذا تقصدون بالإدارة الذاتية؟ هي ذاتها ما يحصل حاليا في مأرب. لماذا لا تسمى مأرب انقلابا؟ الرئيس لا يستطيع أن يتخذ قرار واحد بإقالة أي مسؤول في مأرب، فلماذا لا يسمى هذا انقلاب؟ لكن عندما يتعلق الأمر في الجنوب تصرخ قنوات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح، وبكل تأكيد عويلهم وصراخهم من قنوات يسعدنا الإخوان؟ لأننا في الطريق الصحيح، أنت تعلمين بها. لا أعلم في الحقيقة بها ولا أعلم ماذا تريد القول، لذلك سألتك. سيعلم المشاهد. يعني لا تريد التوضيح، يعني هذه مشكلتك سيد نزار. بكل الأحوال يعني عندما تقول حكومة الإصلاح وهذه ليست الحكومة الشرعية، أنت لم تجبني إذا كانت هي كذلك لماذا تحتضنها السعودية؟ هل ترى الأمر كما ترونه أنتم؟ المملكة العربية السعودية تقدم ما تستطيع لدعم هذه الحكومة التي تسمينها شرعية، ولكنها عجزت طيلة الخمس الأعوام الماضية في تحرير الشمال، فما الجدوى من بقاء للأسف هذه الحكومة على وجه الأرض؟ عليها أن ترحل، وعلى الجميع أن يصل إلى اتفاق سياسي يضمن حقوق الشعبين في الشمال وفي الجنوب، ونحن مع هذا بكل تأكيد ومع خيار السلام ونمد أيدينا دائما لهذا الأمر. سيد مختار الرحبي، سمعت هذا الكلام، حكومة الرئيس هادي هي التي لا تلتزم باتفاق الرياض، وبحسب بيان المجلس الانتقالي أيضا هو كان أعطى الحكومة والتحالف السعودي الإماراتي يعني مهلة منذ 3 أكتوبر لتحسين الأوضاع المعيشية وهي لم تستجب، ما رأيك؟ نعم، للأسف الشديد أنا منذ بداية البرنامج بالنطاق للأسف الشديد، حتى أنه تحدث أنهم كيان سياسي وهو يظهر في الشاشة وهو يلبس البزة العسكرية، بالتالي هذا دليل واضح على أنها على أن المجلس الانتقالي هو مجلس سياسي، بينما هي مجموعة من الميليشيات والعصابات المسلحة التي دعمها محمد بن زايد
وسلم لها الأسلحة الثقيلة من دبابات وغيرها. بالتالي نقول أن الحكومة التزمت بكافة النقاط التي هي مكلة والتي جاءت في اتفاق الرياض. كان هناك مجموعة من النقاط التي يجب تنفيذها، لكن الذي رفض أن ينفذ هي الميليشيا الانتقالية. رفضوا عودة الحكومة وتماطلوا في ذلك حتى طلع دولة رئيس الوزراء. بعد ذلك ضيقوا على رئيس الوزراء وعاد إلى الرياض، ورفضوا التعامل بإيجابية مع اللجان التي تم تشكيلها من قبل الحكومة ومن المتمردين الانتقاليين، حتى أنهم قاموا بسحب اللجان التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية. رفضوا أن يتم سحب الأسلحة، وقاموا بإرسال الأسلحة إلى مدينة الضالع وإلى يافع وإلى غيرها من المناطق. رفضوا تسليم المعسكرات. بالتالي عن أي اتفاق نتحدث وهم اليوم يقومون بإعلان أشبه ما نستطيع القول عنه أنه أشبه بإعلان في الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيين في 2014. ما أعلنه الانتقالية اليوم هو يعتبر وفاة معلنة لاتفاق الرياض من قبل طرف واحد، وهو من طرف الانتقالي الذي رفض التعاطي بإيجابية. وهو اليوم لن يواجه الحكومة الشرعية فقط، ولكنه سيواجه جموع الشعب الغاضب الذي فشل في توفير أبسط الخدمات منذ أن سيطر على مدينة عدن. فشلوا في توفير أي خدمات، لا كهرباء، لا مياه، لا أمن، لا استقرار. بالعكس، الشعب في المناطق الجنوبية خرج سيد مختار الرحبي، لا يصلنا صوتك إلا متقطعا، سأمنح لك فرصة أخرى ربما يصل الصوت بطريقة أفضل. الآن الخارجية اليمنية دعت السعودية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء ما وصفته باستمرار تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي كونها ضامنة طبعا لاتفاق الرياض. بصراحة يعني هل هناك فعلا رهان جدي وأيضا مبرر على أن السعودية يمكن أن تتخذ موقفا وتحبط الآن تشكيل الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي؟ يعني للأسف لا يصلنا الصوت سيد مختار الرحبي، ربما نعود إليك بعد قليل. سأنتقل الآن إلى جوناثان هارفي. وسيد هارفي، أريد أن أسمع رأيك في البعد الإقليمي لما حدث، وأقصد هنا يعني قراءتك لموقفي طرفي التحالف السعودي والإماراتي. هل نحن أمام تباين وتضارب مصالح في الموقفين والحليفين في اليمن أم غير ذلك؟ إن الطرفان حاولا دائما عملا على أن يحافظا على خطوطهما، ولا نرى ذلك من خلال ما يفعلانه، ولذلك فإنهم اعتمدوا على هذه السياسة، وخاصة المملكة العربية السعودية كانت بحاجة الإمارات من أجل تبرير تدخلها في اليمن، وبالنسبة للإمارات فإنها تحتاج للمملكة العربية السعودية. بدون تغطية من المملكة العربية السعودية لن يكون هناك تغطية الإمارات لما تقوم به في اليمن وتبرير لما تقوم به. ولكن إذا كنا نتحدث عن مصالحهما فإن مصالحهما لا زالت تفترق، فهي تؤثر على أهل اليمن. على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية قد تدخلت تحت ذريعة دعم الحكومة الشرعية، والتي قد بدأت شرعيتها تتناقص بازدياد في أعين الشعب اليمني. وأيضا نرى بأنها تحاول أن وهنا نرى بأن هذه التوترات تزداد، ونرى بأن كلا البلدين تتدخلان في اليمن من أجل ما يفترض بأنه أن يكون لهما أو لكل منهما أثره وتأثيره في تلك البلاد. فالمملكة العربية السعودية لا زالت ترى بأن أجزاء من اليمن هي جزء من المملكة العربية السعودية، ولا زالت تقوم بذلك. ونرى بأن الإمارات تدعم المجلس الانتقالي من أجل السيطرة على ما يحدث في الجنوب وعلى موانئها وعلى مواردها أيضا. يعني سيد هارفي، تريد أن تقول أن الخطوة الجديدة تحظى بمباركة سعودية حاليا؟
I don't think the Saudis want it because really, لا أظن بأن السعوديون يريدون ذلك. He is just a tool for them to gain influence. فذلك ليس إلا أداة من أجل أن يحدث لهم تأثير في البلاد. فالأمر لا يتعلق بدعم سيطرة موحدة تحت رئاسة هادي، ولكن هو مجرد ذريعة لهم من أجل أن يكون لهم روابط وتأثير في البلاد. ولذلك فإنه إذا قام المجلس الانتقالي بتأسيس نواة دولة تكون نطاقا لأثرهم وتأثيرهم، فإنهم لن يترددوا في ذلك. فالمملكة العربية السعودية يمكنها أن تقوم بأي شيء لمنع ذلك، ولكن في نهاية المطاف إن قدرتها على التأثير محدودة الآن. فنحن نرى بأن المملكة العربية السعودية منشغلة بازدياد عدد حالات فيروس كورونا، ولا يمكنها أن تتعامل مع الموضوع إلا بطريقة براغماتية، ولا يمكنها القيام بأكثر من هذا. وكما قلنا، فإن حكومة هادي المدعومة من طرفهم لها سلطة محدودة، ولذلك فإن المملكة العربية السعودية لا يمكنها أن تتابع بالإجراءات من أجل حفظ تأثيرها. وهذا قد يؤدي إلى بعض الاختلافات الخفيفة بين المملكة العربية السعودية والإمارات. وهل لهذا السبب سيد هاربي، هل لهذا السبب تصمت السعودية الآن على خطوات المجلس الانتقالي وستبقى صامتة؟ أقول هنا بأن المملكة العربية السعودية لا يمكنها أن تقوم بالكثير في اليمن، لأن الحكومة التي تعمل في اليمن محدودة في تأثيرها في عملها. وكما قلت لكم سابقا، فإن هذا الأمر يعتمد على دعم الإماراتيين، ولذلك فإنهم يقومون بالنزول إلى الحلول الوسط. وقد لاحظنا أنه في الأشهر الماضية فإن السعودية المملكة العربية السعودية كانت في مكانة بارزة مقارنة بما قامت به، ولكن قد تراجع هذا التأثير الذي كانت تحظى به المملكة العربية السعودية. ونرى أن ما حدث مؤخرا دليل على ذلك. أما بالنسبة للسعودية فلا يمكنها إلا أن يكون تأثيرها محدود الأمد في هذه البلاد. وقد كانت محاولاتهم للسيطرة على اليمن هي من خلال محاولة تفكيك البلاد، ومن خلال محاولة السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أصلا. ولذلك هم يحاولون أن يكون لهم سيطرة على أطراف سياسية مستقبلية في اليمن. طب الإمارات ما مصلحتها في انفصال الجنوب؟ بالنسبة للإمارات فإنها دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا أدى إلى أن هذا المجلس قد فضل الإمارات. ولكن في الواقع هي لا تهتم بأن يكون هنالك دولة جنوبية مزدهرة على حدود الدولة ما قبل توحيد اليمن، ولكن هم يريدون أن يكون لهم التأثير على الجزء الجنوبي وعلى الموانئ وعلى جزيرة سقطرى، بحيث يضمنون بأن سيطرتهم موجودة. هذا هو العامل الأساسي الذي يحرك مصلحتهم، وهنالك مصالح أخرى منها رغبتهم في القضاء على حزب الإصلاح الذي يرونه بأنه معاد لهم فيما يتعلق بسياستهم المضادة للحركات الإسلامية. ولكن أيضا هنالك اعتبارات سياسية، وبالنسبة لهم فإن مقاتلة أو مناهضة حزب الإصلاح هي مجرد ذريعة بالنسبة لهم. وأعتقد أن الإمارات تحظى الآن بموقع قوي جدا من أجل تحقيق ما تطمح إليه، فلا رأى بأن الطرف الآخر له سيطرة في جنوب اليمن. ولذلك فإن المجلس الانتقالي لم يتمكن من السيطرة التامة على المنطقة، هو يقترب من السيطرة التامة، وهذا لن يؤدي إلى قلقلة الحالة وعدم الاستقرار في اليمن.
ولذلك فإن الإمارات سوف تستمر بتقديم دعمها الضمني. طب دعني أنوه للخبر العاجل، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمنية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التمرد في الجنوب. وأعود الآن إليك سيد نزار هيثم، وأعود إلى موضوع الإدارة الذاتية، اشرح لي ما هو أو ما هي الإدارة الذاتية بالضبط التي تريدونها؟ هي بكل بساطة تحمل مسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم الذي تخلت عنه تلك الحكومة طيلة الأعوام الخمس الماضية. بكل تأكيد هناك برامج وآليات واضحة. اليوم كان أول لقاء مع قيادة السلطة المحلية، ترأسه اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس وهو رئيس الجمعية الوطنية. كان اللقاء مثمرا وإيجابيا، ونوقشت فيه كافة التحديات والصعوبات التي واجهت العاصمة عدن طيلة الفترة الماضية، ووضعت مصفوفة من الخطة الاقتصادية التي ستطبق بإذن الله خلال الفترة القادمة. طبعا دعوة كانت واضحة لاستمرار العمل في المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وأيضا إبقاء الوضع كما هو عليه. لن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي بديل لتلك المؤسسات، بل سيعمل بكل ما يستطيع لدعم تلك المؤسسات على النهوض وأيضا. لكن كيف سيد نزار هيثم، يعني هناك خمس محافظات من محافظات الجنوب، شبوة، سقطرى، أبيان، حضرموت والمهرة، رفضت خطوة تشكيل الإدارة الذاتية وأيدتها فقط ثلاث محافظات عدن ولحج والضالع. كيف يمكن أن يفعل المجلس الانتقالي كل ذلك بوجود هذا الرفض من هذه المحافظات في الجنوب؟ هذا غير صحيح بالمطلق. ما يصدره بيانات من قبل تنظيم الإخوان المسلمين أو حزب الإصلاح هي بيانات وهمية، والكل يعلم من يطبخها ومن يوزعها على الوسائل الإعلام، لكن في حقيقة الأمر محافظات الجنوب بالكامل مع الإرادة الشعبية الجنوبية ومع مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة السيادة على الأرض الجنوبية، وأيضا فرض الإدارة الذاتية التي ستمكنهم أيضا من الاستفادة من مواردهم. لماذا المناطق الشمالية تستفيد من مواردها، ولماذا مأرب تصمت عنها الحكومة لتستفيد من مواردها، بينما عندما يتحدث الأمر عن الجنوب وحقوق الجنوبيين يصرخ الأخوان ويحاولون أن يعطلوا هذا الأمر؟ لأنه في حقيقة الأمر نحن مستغربين من بعض الأصوات. في الحقيقة لا أعلم من تقول يعني ثانية أنت تكرر نفس الموضوع ودون التوضيح، ولا أعلم لماذا، ولكن هناك من يراه في الحقيقة سيد نزار هيثم لأنه في الجنوب تمهيد للانفصال هكذا ببساطة. أولا الجنوبيين بأكملهم مع مطالب استعادة السيادة على أرضهم منذ 94 هذا الأمر وليس من الآن، وهذا أمر ليس بيخافي على الجميع، هو مطالبنا السياسية واضحة للعالم أجمع، ونحن بإذن الله في الطريق إلى تسوية سياسية تضمن للجنوبيين استعادة السيادة على أرضهم، هذا الأمر لا نخفيه. لكن الحقيقة الآن اللي هي يجب أن يفهمها الجميع أن مصلحة المواطن الآن هي من تتضرر، وعلينا جميعا أن نعمل لأجله. فلماذا يصرخ الآخرين عندما يتقدم المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة الموارد الجنوبية وحماية مصالح الجنوبيين؟ لماذا يصرخون؟ لماذا لم يصرخوا من سابق باتجاه مأرب التي لا يتمكن أحد من الاستفادة من مواردها؟ أنت والمجلس الانتقالي فقط من يقول ذلك سيد نزار. على أي حال، كيف يمكن تنفيذ الإدارة الذاتية حاليا في كل محافظات الجنوب؟ ما هي خطواتكم؟ لدينا خطوات ليست معلنة طبعا، ولكن ابتدأناها اليوم في العاصمة عدن، وبالتالي ستتحقق خلال الأيام القادمة بزيارات. هل من الوارد مثلا استخدام القوة العسكرية للسيطرة على المحافظات الرافضة مثلا؟ نحن دائما ندعو للسلام، ولا يمكن أن نفرض شيء بالقوة، ولكن ندافع على أرضنا في حالة أي محاولة للفتنة أو لإثارة الشغب والفوضى. ولكن سيد نزار لا تدعونا للقوة، وإعلان الإدارة الذاتية رفقه إعلان حالة طوارئ واستنفار الميليشيات المسلحة في عدن والسيطرة على البنك المركزي أيضا بالقوة. لا يصح أن تسمينها ميليشيات، تلك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات جنوبية هي من ساهمت بالنجاحات التي تحققت لقوات التحالف العربي طيلة الخمسة والعام الماضية. الميليشيات هي التي للأسف تسلم معداتها للحوثيين، وهي ميليشيات الإصلاح التي الآن تحاول أن تغزو الجنوب من جديد. يجب أن نسمي. لكنك لن تجبني، يعني كيف لن تلجأ إلى القوة لديهم دولة ولديهم جيش ولديهم قيادة ذاتية؟
إعلان حالة الطوارئ أمر طبيعي جدا أن ينطلق كافة القوات الجنوبية لحماية المؤسسات، هذا دورنا في حماية المؤسسات العامة والخاصة. هناك محاولة من قبل الأطراف في حكومة ما تسمى الشرعية لإثارة الشغب والفتنة في استغلالا للتدهور الأوضاع الخدمية كالكهرباء والمياه، ولكن دورنا الحقيقي هو تأمين تلك المرافق أولا ومساعدة القائمين عليها بإعادة الخدمات تدريجيا للمواطنين، وهذا ما عملنا عليه خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع الشرفاء في إدارة مؤسسات الكهرباء، وسنعملها أيضا مع إدارة المياه وكافة المؤسسات بشكل متتالي. سيد هارفي، إلى أي حد تعتقد بأن ما حدث قد بات يهدد بإشعال حرب جديدة في جنوب اليمن؟ بالنسبة للنقاط السابقة التي طرحت، فإن المجلس الانتقالي قد قال ببياناته في السابق فإنه سوف يستعمل العنف إذا لم يحصل على ما يريده، وكان يعني الإخوان المسلمين، وهو كان ولا يزال يستعمل الإخوان المسلمين كذريعة من أجل استمرار في عملياته، وهو يريد أن يحقق مصالحه. وهنا نرى بأن هذا الأمر حتمي وقد رأيناه في عدة أسابيع، وإنه سوف يستمر في أعماله، وحتى مع حكومة هادي فإنها سوف تحاول أن تؤكد على سيطرتها وحتى من خلال استعمال قواتها على الأرض، وربما تكون قدرتها محدودة، وربما أو من المرجح أن يتحول هذا الأمر إلى صراع، ولذلك يجب أن يجري التعامل مع ما يحدث في اليمن من طرف الأطراف التي لها تأثير مثل المملكة العربية السعودية، وكما قلت لكم يجب أن تكون الإمارات أيضا موجودة، وذلك من أجل ضمان تأثيرها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من أجل ذلك. نعم. طيب دعني أعود في الختام للسيد مختار الرحبي وهو حاليا معنا عبر الهاتف، وكنت قد سألتك قبل انقطاع الصوت من طرفك سيد مختار الرحبي عن أن الخارجية اليمنية دعت السعودية لاتخاذ موقف حاسم الآن مما فعله المجلس الانتقالي الجنوبي، وسألتك عما إذا كان لديكم فعلا خيار أو ربما رهان جدي على السعودية بأن تقوم فعلا بإبطال هذا الموقف الذي اتخذ هو المجلس الانتقالي في جنوب اليمن. سيد الرحبي، هل أنت معنا؟ واضح أننا فقدنا الاتصال. سأعود بسؤال وباختصار معك سيد جوناثان هارفي، الآن هذا الصراع الحاصل حاليا كيف يمكن أن ينعكس على الحرب ما بين التحالف السعودي الإماراتي وأيضا الحوثيين؟ إحدى النقاط التي أردت أن أضيفها، بينما تستمر هذه الانقسامات بين الحكومة والمجلس الانتقالي وأيضا بين المملكة العربية السعودية والإمارات، هنالك طرف واحد يستفيد من ذلك وهم الحوثيون أنفسهم، وبالإضافة لهم سوف يستفيد داعموهم الإيرانيون، وسيستفيدون من هذه الفوضى مثل ما حدث في يناير كانون الثاني في مأرب. بينما ينتقل الاهتمام والتركيز من الحوثي إلى غيرهم، فإنهم سوف يستثمرون ذلك ويستغلونه، ونرى بأن معظم الشعب اليمني سوف تصعب عليهم الحياة، ولذلك هذه الانقسامات تفاقم الحرب أكثر. لذلك إذا أرادت هذه الفصائل أن تحقق مصالح الشعب اليمني كما يدعون، فإنهم يجب أن يضعوا خلافاتهم جانبا ويعملوا من أجل إيصال المعونة والمساعدات للشعب اليمني في أثناء هذا الصراع،
وكما نرى بأن المملكة العربية السعودية والإمارات هي من تقوي هذه الفصائل، وبينما تستمر هذه الإجراءات فإن الشعب اليمني سوف يتعرض لمجاعات ومعاناة، وخاصة مع وجود حالات لكورونا فيروس، واليمن ليس فيه المنشآت من أجل اختبار أو فحص الناس، وقد ينتشر بسهولة في هذا الصراع. انتهى وقتنا في الحقيقة سيد جوناثان هارفي، شكرا جزيلا لك جوناثان هارفي الصحفي المتخصص في الشأن اليمني، والشكر موصول لنزار هيثم الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي من مدينة عدن، وشكر موصول أيضا للسيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني، وكان معنا في بداية الحلقة لفترة قصيرة ثم تقطع الصوت وانقطع الاتصال. شكر موصول لكم مشاهدين أيضا على المتابعة.